problemen tidur. والله إذا تجي قصة دي استافيت. وطلع. السلام عليكم الأخوة والأخوات ومرحبا بكم في هذا الفلوغ جديد. والله بقيت كنعرف فلوغي. كيف شفتوا دابا في هاد اللقطة؟ 40 يوم وكان زور وأنا غابر عليكم من حتى فيديو. بزاف منكم كانوا جاو سولوني في انستغرام قالوا لي مالك علاش مابقيتش تطلع فيديو واش هادي. المهم نحاول نشرح لكم يعني بغيت فيت في دابا شنو وقع. كانوا عندي مشاكل صراحة في لونتخوبخيز. ديما كيكونوا المشاكل في لونتخوبخيز يعني في ستريس وصافي يعني كنتي غير ستريس يعني كتكون تابعك خدمة وخاصك ديرها وخاصك تحيدها عليك وهادي وهادي وانا مكانش كيكون عندي الوقت وكندخل للدار يعني عيان ومستريسي. وزيد عليها كانوا عندي واحد المشاكل شوية بيرسونيل كنت مديموتيفي ما كان عندي حتى فكرة ما كنتش نقدر نهز الكاميرا لا التليفون نصور لا حتى حاجة. الناس اللي متبعيني في انستغرام كانوا كيشوفوا كل شيء تقريبا. حتى انستغرام توه برت فيه شويه ما بقاش كنلوح فيه الفيديوهات ولكن دابا غير صامون قد ضروري خصني نلوح فيديوهات حيت شحال هادي ملحتهم وبنادم متبعني وانا ما كنلوحش يعني صافي با 40 يوم راه بزاف عمري ما هبط 40 يوم جوست الفيديو اللي قبل منه ولا ديك الفيديو اخر وحده قلت لكم غنقلح لكم شاك سامر ومن تما نرغب. ايوا الله يحسن العوان يا اخوان والله الا الله يحسن العوان. كاين اخوان اللي كيجيو يسولوني في انستغرام يعني على داكشي ديال لي زيتود راه نعاود ناكد راه ما بقاش كنجاوب من شحال جاي شي عام ما بقاش كنجاوب. كلشي كاين في يوتيوب يعني ما خصكم حتى حاجه. الفيديو ديال هذا اليوم يعني كيف تشوفوا في التيتخ واقيلا يعني انا ان شاء الله دابا غادي نمشي نجيب واحد لا ماشينه لافي. لا ماشينه لافي كومونديتي هادي شهرين تخيلوا ما يبش عارف العكس كومونديتها شهرين وباقي ما مشيتش جبتها غير على قبل ستريس سميتو وكنت باغي ندير ليفغيزون ا دوميستيل ولكن ليفغيزون ا دوميستيل كيليفروك ما بين داك 6 و 10 وبعض المرات يقدر يليفروك معطلين وفهمتي خاصك اللي يعاونك فهمتي. دابا انا اليوم ما كريت الطوموبيل داك لابليكاسيون كنت دويت لكم عليها شحال هادي سميتها جيت راوند راه ما مخلصيني ما والو دابا انا غير كندوي لكم عليها هاي الطوموبيل اللي غنكريها. المهم الطوموبيل سامبل غنهز فيها الماشينه لافي غيمشيو معايا الدراري ان شاء الله مروان ومجدولين يعاونوني صافي هادشي اللي كاين. المهم دابا نوريكم كومون سا سباس يعني حيت شحال هادي كنت غير دويت لكم غير على لابليكاسيون يعني غير تيوريكمون. اليوم نوريكم كومون سا سباس دابا 12 و11 دقيقه اكزاكتومون كتجي لابليكاسيون بعدا كتريزيرفي داكشي. الناس اللي بغاو يتقيدوا في هاد اللعيبه حيت راه بنادم بزاف تقيد فيها ولكن ما استعملش السياره يعني فهمتي يعني كاين اللي ما محتاجاش غير تقيد على والو. المهم عندي واحد كود برومو ديال 15 اورو اللي بغاها بنادم تقيد تاخذ 15 اورو شي تكري طوموبيله واخا تمشي تدور فيها بنادم. المهم الاخوان هذه هي لابليكاسيون فوالا انا كريت هاد رونو كونغو اكسبريس كنجي لنا فوالا هنا خصني ندير ستارت ستارت ماي رانتا فهمتوا شنو نقول لكم فوالا ها هي ندير طق. اول حاجه اللي خصني نديرها هي خصني ندور على الطوموبيل نشوف واش فيها شي ضربات ولا شي حاجه. باش كدير هاد اللعيبه خاصك ضروري تصور الطوموبيل من كاع الجناب هانتوما نوريكم هنا كيبان لكم خصكم تصوروها من كاع الجناب ها دير ناكس قال لك صورها من القدام هاشو بالك صورها من اليمين عاود تجي صورها من الوسط. المهم انا كنحاول نشد لي دو اون ميم طون اخليها على الله الصويره كي دايره الا خصني ندير لها فوالا شديتها لا لا بقات وحده هذه بقات هذه الجنب هذا. اون فوا صورت قال لي خاصك ديفيروي الطوموبيل كيفاش كديفيرويها ابارتيغ د لابليكاسيون يعني غير بلوتوث يعني هي فيها واحد السيستيم اللي كيبرونشي فيها مولاها انت غير كتجي كدير ديفيروي طق صافي او دابا كيقول لك راه ديفاي ديفيروي دابا كيقول لك ديفيروي هادشي صافي هنا كيقول لك شحال فيها ديال المازو 96% فوالا كتجي فوالا هاهي بسم الله قوات على المهم طفاك ما كاينش ما عرفتش. المهم هذا اللور ما عرفتش كيف كومون سا سباس غالبا الساروج الساروج مولاه كيحطو هنا غنوريكم غالبا غيكونو هنا اوب هاو هو هذا الساروج. المهم الاخوان انا يلا وصلت للدار دابا كنتسنى مجدولين ومروان يخرجوا حيت جالسين عندنا ونتحركوا دابا عرفتي فين واقف الاخوان عرفتي واقف واحد البوزيسيون بعد الدرب عندنا ما كاينش فين تبلاصي يعني واقف ما عرفتش كيفاش نشرح لكم سنى نشرح هادي هي الريزيدونس ديالنا بحال هكا وما نقدرش ندخل لداخل فهمتي انا حاطه هنا شوف شوف المكوانس اللعيبه حاطه هنا بشر ما كيدوش هو مروان جاي
فلورا الضص. والله ما عرفتش باقي باش الشوز دابا قلف فلورا صافي. مزيان دير لها عاد كسلس دولي لنا مزيان مزونا في الغربة. يا كبت الناس يا كلمة ديالي هذا اطلع اللور اطلع اللور اطلع اللور اطلع اللور اطلع اللور كي دارت فاجاج بعدا بقى نوضي امروان باي باي سي فيني زوني مال خليني ماما الاخوان مشوا لجون فيلي هاي هاتوا لكم هنا سي سي بون شوف شوف ما ريكيبيرو ديك لا ماشين اه اه شنو هذا تيك توك لا لا شنو ويس فرامان واش مالك هاد الصوت ديالاش كوفر اوفير الصوت ديال هذاك كنديرو فشي الله جديت البيرمي وين ما تخسرش الهضره عمرني خسرت كاع شنو تخسر الهضره ما غتعرفنيش فين الله يمسخك باي ذا واي الدراري اللي كانوا شافوا لا فيديو ديالي الاولى مع صلاح على ود ستاج راه حط لا فيديو الثانيه عندي مروان جات في الدوخه صافا صافا مروان ما الا ديبلاصينا الحسيم ومشينا شحال هكا ديري يا صاحبي ورا مسدوده والله ما مسدوده باغشو مسدوده لو والله ما حاولي حاولي دوز امي مروان امي صلاح دخل هذه الحياة مرة عليا مرة عليك هو كان قبيلة حولي دابا وحط حيد هذيك الكاس راه غيتقلب عليك انا قربنا قربنا ما بقاش بزاف ماشي والله غير كنحس براسي فاش كانوا كيديونا العدو الريفي في الكورة دابا كتدي العدو الريفي باوي عندي شحال من دالية يلا دخل عطي عار الكاس عار الكاس راه تقلبي صافا حطي دابا تشربي من بعد دابا تقيا والله يدي امك جات تقيا غنجلس حدا مروان بساطة باش انا كنشي غارة ما نخلصها انا عندي فلوس فلوس كوتشي والله يدي درتي قصة ديال الصطافيط طلعني طلعني يلا اه صور ستوري من الداخل واللي فيها البكية والله يتبع البكية يلا عاوز طلعني هلو المهم الاخوان انا جيت للبيوت هنا جيت باش ريكوبيري ديك لا كوموند مي قالوا لي خصني نمشي لواحد ديبو عندهم قريب غير هنا يعني فوالا عطاوني ديك لا فاكتور وداك الشيء باش نمشي ريكوبيري لا ماشين فيت في صافي هادشي اللي كاين يعني كيصحاب لي ريكوبيري من هنا ولكن عندهم شي ديبو معانا حيت مسمي ماشينه لافي يعني كبيره يعني مديتش كيف ندير هاكا المرض ديال رسي الطلون ممكن نتسنى الدراري يهودوا باش نمشي ريكوبيري انا رسبات فيا البرد سير سير انا نحلك سير لا زعما زربان انا سد سد اه كدا ما سد لا واش تسد دابا ريكوبيري انا داكشي ديال صلاح مشى ريكوبيري ايزابيل عارفه ما تعرفها كاين ايزابيل كاين ايزابيل كاين والله الا ودابا غادي نمشيو ريكوبيري الكولي ديالي ديال ماي بروتيين عطيت تسنى وحده البوليس مروان راه هو زعما راه كاين وحنا طالعين باص ديال واحد نستنى الاول طلعني طلعني عطي وتسنى معاه قدامهم هكا وقالوا لينا هكا انا ما دايره الصمطه مرة ما داير السلطة جالس في بلاصة ديال واحد كنقول لور ماشي ديال بنادم ديال سلعة
هاتي كلش دونا غادي هادشي تي ولا ما انا درتها فراسكم درتها زعما راه صمت نضرك بيت درت اختي شحال ملي قلتيها بطيح لنا زعما تكسي انا كنت باغي ننزل زعما نبقى نمشي في لوطوروت وحق الله هادشي طاح لي في بالي وصافي نكون وقفنا كون شدو ديك الساعه يقول لك شو واقف وسط لوطوروت صافي انا نمشي بشوي تعال نمشي صحة الكولي لا عطيك الصحة باينة فيه غير الحوايج في صمتة ديال الدار وفيه شي حوايج نقدروا نديروا انبوكسين في لا فيديو ديال صلاح ونوريكم شنو كاين لادون داكور اتوت كتبان مليح المهم دابا حنايا دابا غادي نهبطوا لا فيديو اكسترا شوم اخر شو كوكو اكسترا شوم اخر يلا يلا حيد ورم بعد الكولي خدينا من كليشي تحية الوالدة تحية الوالدة لافامي تحية الطن الله يلا الحق سعدات كان ماما نقول لها كاع ما تعقل عليا تحية العيشة تكيا مروان كيبان بحال انا سميتي عبد الرؤوف الناس كلها كتقول لي يلا يلا الجدعان كنحس براسي ان فان حيدو الناس ما تخيلي هالرسه دابا باقي حطو حطو على ري سلام سلام تبارك الله على ولدي شرب كاين الصامون عرفتي المهم اي واحد في باغي يجي عند صلاح الفاكتور ليكم راه كيصب غنطلق عليكم باب وغيطلق علي صالح هاني نالي شو العرب دور لي الصوت سير 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 صالح صالح فاشل فريمون نتينا عندي الباصا نتينا عندي البودي بيلدي مشات حيد حيد هكاك شد 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 هكاك اسكتي اسكتي ذاك الوعاب على ديال هاي تخيل طيروا لي الطنوبيل علي 1 2 3 طلع طلع سير 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 صالح سير بحال هادو راه بحال هكا مدير الضحك الصباح مدير الضحك صافي كتزلق ليا سير 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 راه الحياه هكا صعيبه في الاول ومن بعد غادا كتسهل البنات ها انتما البنات ها انتما راه خاصو غمرة تبارك الله صعيبة الصوت والله يلا ديروا المشوي عيطوا الحميلك يا قصيمة بين احساس ديالك فشل ها
المهم الاخوان ندير لكم انبوكسينج شنو صيفطوا لي الدار. او لويكا سأل زوين صلاح راه كنبان بحال كانوا كيدفوا فيا. وريز ذا دود ريحه ديال معطر جو نفيس بحال فيتنس. هادي عارفين راه ما عنديش كاش. هذا الله يرحم ان حفتك خالتي. ميرسي ميرسي خالتو والله كان حقك مكسرات مكسرات لا ناقص الفات سد ليا باكو. هنا كاين العدس واش باقا ما هذا سميتو انبوكسين العدس الفول شنو هذا اسمه مكسرات العدس هو حيت لقيت نيات اون فيت قرقاع من المكسرات. ميرسي خالتو لي قاد دير موتور. ميرسي خالتو عندوش موتور خالتو. شنو هذا عطريه العطريه زعما هاد اللعيب زوين والله الا ظريفه. عرفتي ماما نقول صيفطي شي حاجه جميله. اوه انت والله الا خالتي كانت خاصه انا ديما كنبغي نطيب انا ومروان. لحظه كبير خالتو ولكن صبري ها هذا راه كلشي على هذا كان غادي تكسو هذا. ميرسي خالتو ديال الخبز ما عندكش كتحطها في الارض والله انت شوف الخبز كيجي في المغرب وحق الله هادشي واعر. واو شي حاجه بنينه بين الشباكيه ولا هادي الشباكيه ما خسرهاش. تمر تمر مي هذا العجب الخز المهم فيرفين مع شنو يبدا في العربيه غيس غيس شنو التخربيق ديال قول لينا بغيت تقسم معانا انا وخوك مروان الحشيش على البصله وداك الشيء الغبره ديال البصله البصله ولا الشيء يا اخي صافي هادي زعفران زعفران بداو ضربوا وهذا اذا هذا عندي في كوفر فور حق الله يموت هادشي. عرفتي ديري لهم ديك اللعيبه وحده صفراء وحده حمراء وحده صفراء وحده حمراء ايه فينال مش هو هذيك كذب بحال عرفتي اللور ديالها بحال فاش كيتعلموا الدراري الصغار يقراو واش ا بي سي تفاحه ميرسي خالتو زيد كيفاش زيد ميرسي خالتو والله لك حس راسي ما كيكونش على فيها الضحك. شوف هنا شوف هنا كيبان بحال السوق ديال العرب. هادي دابا راه ديال الجدة الله يلا داركم نيش يلاه هادي هادي مزدولين عند الصايب نيكسكو وحق الله مور داك الطاجين اللي غتصايب لنا تصايب لنا تصايب لنا كسكسو شنو اخو بعدا راه مطور عجبو كاين تما فقاس خالتو فقاس اللي كتجيبي كيضربو مروان تما. المهم الناس اللي وصلوا حتى لهاد البارتي ديال الفيديو يعني عندكم مفاجاه ان شاء الله في هاد الفيديو غندير لكم جيف واي اللي يكون كيف الجيف واي اللي درت اول مره يعني غيكون عباره عن 25 اورو غتربحوها يعني سواء نصيفط لكم باغ ويستر يونيون يعني قدروا تريكوبيرو من المغرب سواء اللي كان شي واحد عندنا فرنسا نصيفط لي فيرمونيش. المهم المسابقه هي كالتالي اون فوا تلحد الفيديو غادي ندير في انستغرام ديالي واحد الكود هذاك الكود خاصكم تمشيو المهم شو الانستغرام ديالي وغديروه في كومونتير فوالا اون فوا ديروه في كومونتير ما تنساوش حطوا انستغرام ديالكم حتى هو باش نكونتاكتيكم يعني فاسيلمون ما بين لي ريغل ديال هذا الجو يعني خاصكم تكونوا مابونين عندي في يوتيوب انستغرام وتخليو كومونتير صافي هادشي اللي كاين يعني بسيط. المهم بالنسبه للناس اللي باقي متبعيني على تيتر سيجور شنو درت فيه والشونجمون دو ستاتيو شنو درت فيه واخيرا اليوم خديت الشونجمون ستاتيو ديالي يعني خديت تيتر سيجور مع العلم انني كنت قلت لكم انني ما كنتش كان عندي غير ديك ريسيبي سو ديك ريسيبي سو ما كنتش كنقدر نسافر به يعني كنت محبوس بوندون من اكتوبر حتى لدابا يعني بوندون شي 4 موان تقريبا ولا 5 موان ما عرفتش لا تكون بوندون شي 4 موان كنت محبوس هنا في فرنسا ما نقدرش نسافر حتى بلاصه. السيمانه اللي فاتت كان وصلني واحد الاس ام اس قال لي راكم كوا تي سيجور ديالك خرج خاصك تشد رونديفو. دابا انت باش تاخذ تي سيجور خاصك تشد رونديفو شو العذاب كيفاش كندوزو هنا خصوصا في بريفيكتور ديال نونتير يعني ما عندهم الدوموند بزاف هي اكبر بريفيكتور هنا ديال الريجيون ديال 92 دوكو بقيت كنت حاصر في السيت كنحاول نشد رونديف والو ما بغاش يتشد ليا طلع ليا الدم. سولت كريم اللي كان بان معايا في الفيديو اللي فات قلت ليه راه بغيت ناخذ هذه حتى هو كان داز نفس البروسيدور وخدا تيتر سيجور من نونتير من هذه قال لي راه مشيتنيش قال لي انا كنت كناخذ قال لي انا كنت كنتسنى باش ناخذ رونديفو وما شديتوش
صافي ومشيت نيشان. صافي قلت انا كنت كنفكر اليوم كنت باغي نمشي نيشان يعني نعصر وخمشي في الصباح ومبقى عاصر حتى يوصل نوبتي ونقول لهم فوالا راه خاصني وهادي وراه ما قدرتش ونبقى نبكي عليهم. صافي الحمد لله البارح في العشيه كنجي عاود ندخل السيت كنلقى تحطوا بزاف ديال لي زوغير ريزيرفي ديال الصباح. صافي جي الصباح بحال هكا كيف ديما صالح مزروب جاي مع الصباح عندي رونديفو مع 9:30 وصلت كنلقى راسي ناس الباسبور مع معك كنلقى راسي ناس الباسبور كنجي نشوف بحال هكا كتعيط ليا سميتي كنقول لها راه نسيت الباسبور وهادي وهادي قالت لي عاد شدير قالت لي قالت لي سير وجي قبل من 12 لا الا جيت ورا 12 يعني ما نعقلوش عليك فوالا. صافي مشيت كنت بانشت اوبر ملي قالت لي قبل 12 قلت صافي هاني مشيت شديت ما بعيدش عليا بريفكتور واحد 15 مينوت بحال هكا ولا 20 مينوت حتى للدار. صافي مشيت ريكوبيري الباسبور وتميت جاي صافي وكان عندي داك التامبغ نسيت التامبغ ديال لي تامبغ كتخلص بوغ 4 حتى نعطوني 4 سنين بوغ 4 كتخلص 267 اورو تخيلوا معايا تقريبا شي 300 اورو كتخلصها على 4 سنين. صافي كيعطيوك تيتخ سيجور صافي هانتوما دابا عشتو معايا يعني الشونجمون ستاتي دو ا زد. الناس اللي باقي ما تفرجوش الشونجمون ستاتي ملي بديتو راه كاينين فيديوهات خاصين به ارجعوا ليوتيوب ارجعوا لاشين ديالي. وصافي دابا انا غادي نمشي للخدمه كيف ديما معطل حطيت دومي جورنال حط دومي جورني باش ما يبقاش يفرعوا لي راسي. وصافي هادشي اللي كنتمنى انا هاد الفيديو كامله تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا اوموا معنا وضحكتوا. ما تنساوش انكم تابوناو وديروا بارطاج لهاد الفيديو وكيف قلت لكم شاركوا في مسابقه يعني قليل اللي كيوصلت لهاد ليطاب يعني الاخر ديال الفيديو قليل يعني اللي كيتفرج غير في البدايه اللي كيوصلوا حتى لاخر الفيديو يعني كيكونوا غير ديك لي فان واعرين. كنشكركم كاملين واحد بواحد والله يعاون العونات وتهلاو في راسكم.